جاتنا أنيسة عندها 26 سنة واللي غادي تعود لنا على المعاناة ديالها مع العنف الجسدي. كانت عندي 21 عام، تعرفت على واحد السيد، كانت ديك الساعة خديت الدبلوم ديالي، يلاه بديت الخدمة، مازال ما كنعرف والو في الدنيا، يلاه يلاه غادي تخرجي الخدمة. يرويت كنتعرف على ناس جداد بحكم العائلة ديالي كانت شوية محافظة. تعرفت على واحد السيد باغ فيسبوك، بدينا تنهضرو، دوزنا عام مع بعضياتنا، قال لي يلاه راه غادي نهضر مع داركم باش أبغي نتزوجو. وهادي أنا فغيمون فرحت في الأول، عجبني الحال، وفغيمون السيد باغي كيجي لداركم بزاف ديال الحوايج. ماما مرتاحتش لي، قالت لي لا هاد السيد ما يصطحش ليك بنتي. انا في الاول كنقول لها لا ماما انا كنبغيه وانا بغيت نبقى مع هاد السيد، وماما انت ما كتعرفيهش مزيان وما كتعرفيهش بحالي، ما دوزتيش مع داكشي. كتقول لي بنتي المهم الامهات كيكون عندهم واحد الاحساس. المهم بقيت كنحاول معاها تقنعتها صافي. هادي كنا الامور بيناتنا مزيان ترانكيل، زعما ما كاينش كيوقع بيناتنا مشكل، حيت انا ديما كنت كنسمح في حقي، ديما هو كيدير المشكل وكيردني انا اللي غلطه. كنقول سي با ماشي مشكل، ديما كنكونوا غاديين في الطريق كيقول لي لا وعلاش كديري هكا، علاش كتهضري بحال هكا، لا ما تلبسيش بحال هكا. كنقول له ماشي مشكل ماشي مشكل، بحكم انني ما عارفاش، ماما مازال ما دخلتش واحد الاكسبيريونس ديال الحياه، فهمتي؟ كنعرف الناس قلال، ما عنديش واحد لو كونتاكت مع الناس بزاف، ما تنعرفش بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج عشتو معها صراحه، لدرجه كنت كنمشي للدار بعض المرات كنبكي وكنقول ماشي مشكل، ولغد لي كندير كأن شيء لم يكن وكنكمل. واحد النهار كنا خارجين عاديكم كاع لي كوبل خارجين كنهضروا على اساس داكشي ديال الخطبه وهادي وهادي، خارجين خدينا الحلوه صافي جالسين كنهضروا، مشينا جلسنا في واحد البلاصه ترونكيل. عيطت لي واحد السيده خدامه معايا، جاوبت قدامه في التليفون حتى ما عندي ما نخبي ترونكيل. يلا غادي نكمل لابير. واحد الساعه ما كنحسش براسي، حتى كنلقى السيد ضربني النيفي، بديت كنرعف كامله، عادشي ما بقيتش حاسه. يلا درت عنده قلت ليه هادشي اللي كدير؟ فداك لو مومون مابقيتش عارفه شنو كيوقع، كنحس غير براسي كيتحرك، كنحس بالدقه كتجي فيا، ما كنقدرش نهضر، ما قادرش نحرك يدي، ما قادره ندير والو، ما قادرش ندافع على راسي. فداك الوقيته جا واحد الوقيته فريمون صعيبه، باش انه زاد فاش انه بقى وقف مابقاش كيضربني كنقول ليه علاش درتي بحال هكا، قال لي غادي تسكتي ولا غادي نقتلك وندفنك هنا بيديا وغادي نرجع لدارنا وغادي نعس وانا مرتاح. شافتي بقى كيضربني لدرجه انه مابقيتش حاسه براسي، ولا عندي واحد المشكل في نيفي هنا، وكانت عيني كامله زراق لدرجه مثلا عندي واحد سيكاتريس في عيني، لدرجه حتى عندي شي داز لي 3 سنين ولكن مازال بحال يلا كنعيشو دابا. اشاك فوا كنهضر عليه ما كنقدرش نكمل الهضره، حاولت انه غير كنقول ليه عافاك ما تضربنيش، كيشدني من شعري وكيضربني مع الطوموبيل. واحد الحاله اللي ما نقدرش نقول لكم، وانني ما عمري في حياتي ما كليت الحصان عند مي باو، ما عمرهم قاسوني ولا انه كيأذوني، بحكم البنت الوحيده اللي عندهم كنت فشا بزاف. بقيت كنحاول نطلب فيه ونهضر معاه، ما عرفتش حتى حليت الطوموبيل وهربت. غاده الطوموبيلات جايين وانا غاده كنجري في الشارع، الطوموبيلات كيكلاكسوني عليا وانا غاده خارجه كنبكي، ما كنجعرش براسي، ما عارفه شنو وقع. واحد الوقيته كنحل عينيا، واحد الوقيته كنسمع الناس كيهضروا كيقولوا مسكينه ما عرفت شنو واقع ليها، شوفوا حالتها شوفوا كي دايره شوفوا حالتها، ما بقيتش عاقله شنو وقع. حتى كنفيق كنلقى راسي دايره بيا واحد السيده كتقول لي واش ما نعيط لك على البوليس يجيو. قلت لها انا بغيت نمشي لدارنا، انا بغيت نمشي للدار. دخلت للبيت وانا نسد عليا صافي، بقيت كنبكي ما نعسش داك الليله، ما قدرتش نهضر مع ماما، ما قدرتش نقولها لبابا، ماما ما فراسهاش، بابا ما فراسوش، حيت ما قدرتش يعني باش نجي ونعاود لهم داكشي ما قدرتش. كندخل من الخدمه كندخل كنجري ولا كندير شي ماسك في الدار باش ما يشوفونيش ان وجهي راه ازرق ولا راه عندي مضروبه كامله. شهرين وانا بحال هكاك، نزلت 48 كيلو، شعري كامل كان كيطيح صافي. واحد اللحظه ما بقيتش قاده، بقيت كنخبي داكشي، كنخبيه، كنمشي للخدمه وانا مضروبه. البنات كيقول لي مالك، كنقول لهم لا درت اكسيدون، يعني لدرجه انا داكشي خليتو بيني وبين راسي، حتى واحد ما فراسو. من موراها قلت صافي راه خصني نلقى الحل راسي، حيت ما يمكنش نبقى بحال هكا. وليت كنمشي عند بسيكولوج شويه بشويه، بديت كنهضر، بديت كنعاود، بديت هادي، وليت كتعطيني لي ميديكامون باش كنقدر نعس بالليل، لدرجه انها راه عام وعندي لافوبي من الناس ما كنقدرش نهضر معاهم، لا دراري لا بنات، لدرجه شي واحد كيجي كيبغي يحط عليا يدو كنتخلع وكنبدا نخوت بدون شعور. وهادشي راه مازال فيا لحد الان، دابا درت 3 سنين ومازال فيا لحد الان. مؤخرا كنت لاقيتو حاول يجي يهضر معايا ولكن ما خليش لي فرصه فاش انه يهضر. فاش شفتو كنبقى غير كنشوف فيه، قلت ليه بقيتي فيا؟
حيت انا كوميم وقع لي شي حاجه ولا كيمشي داويت، ولكن انت اللي خصك داوي غير بصح، حيت انت راه كتسمم راسك وكتسمم الناس اللي طايرين بك، ولكن انت ما عارفش هادشي. قلت لي واحد الحاجه اللي كنت من انا تكون دراته بصراحه، قلت لي راه واحد النهار تكون عندك بنتك وبغيتها شي نهار تدخل للدار اللي بالحال اللي دخلت انا بها للدار، وغادي تحس بداك الشيء اللي حسيتي بيه، غادي تقول راه فريمون اديت واحد البنت اللي انا ما كانت دارت ليا والو. قلت لي كنتمنى تعيش هذا الشعور هذا باش عارف علاش كنت كنهضر. صافي انجلس وقت يوم ما الحمد لله مي انني قدرت نجمع راسي براسي، وكنقول زعما ديال الفرصه جاتني باش انا نهضر، وكنقول راه واحد ما يبقاش ساكت. انا الغلط اللي درت انني بقيت ساكته في واحد الوقيته، ولكن ما بقاوش ساكتين، وقع لي شي حاجه نجي نهضر عليها، نهضر على حقي، وقع لي شي حاجه ضربتني غادي نجي نقول لعائلتي. المهم ندير داكشي اللي خاصو يدير، غير المهم ما تبقاوش ساكتين وخدموا على راسكم، قراو، ماشي تبقى لا قرا واحد جا خطبني غادي نمشي نتزوج وغادي نجلس من الدار قال لي جلسي نخدم. لا سيدي بغيتيني ندير معقول غتقبل عليا كما انا خدامه، بغيت نبقى خدامه، حيت هكا كتبقى غير الدنيا والناس كيبقاو هما هكا، الناس ما تقدرش تعرف شنو في النوايا ديالهم. شنو كيقول القانون في الحاله ديال العنف الجسدي ضد المراه؟ جواب مع الاستاذ ايوب العياشي من هيئه الرباط. النازله المتعلق بمحاربه العنف ضد النساء، هذا العنف اللي احنا بصدد ديالو هو عنف جسدي من بين الانواع تحددت في الماده الاولى، هناك النفسي، هناك الجنسي، هناك الاقتصادي، هذا العنف الجسدي. ايضا المشرع المغربي او القانون المغربي شرع لنا مجموعه من العقوبات اللي كتهم هذه المراه هذه اللي تعرضت لهذا النوع من العنف، في الماده 2 اللي حددت لنا على انه يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وغرامه من 2000 درهم الى 10000 درهم، كما ان العقوبه هذه ممكن تولي اشد كما قلنا في الماده 2 من نفس القانون، يعني تضاعف العقوبه اذا كان مرتكب جريمه زوجا او خاطبا او طالقا او احد الاصول، وانا ملي كيكون هذا الظرف ديال التشديد فهاد العقوبه هذه كترتفع بطبيعه الحال من سنه الى 3 سنوات.